يعني ما شاهدناه اليوم من تنظيم رائع كان من قبل منظمة Americans for Democracy and Human Rights، كان بجد التنظيم في قمة الروعة، سلط كل المتحدثين سواء عبر جلوسهم على البانل أو ولا من خلال السكايبي، سلطوا الضوء على معاناة الشعب البحريني وتلكؤ النظام في الالتزام بتعهداته، سواء من تقرير بسيوني أو من خلال التراخي في تطبيق ما تعهد فيه من عام 2012 في هذا المبنى من خلال وزير الخارجية ووزير حقوق الإنسان، عندما كانت المراجعة الدورية الشاملة في اجتماعات اليو بي آر 13 176 توصية، وبالتالي المتحدثون بيّنوا بكل شفافية وبكل مهنية عالية من أن سجل حقوق الإنسان في البحرين ما زال ملطخاً، وما زال الشعب البحريني ينكل فيه ويواجه أعتى آلة عسكرية من خلال قوات احتلال سعودي داعمة لقوات النظام البحريني بكل الأشكال، وهناك آخرين من المرتزقة اللي تم جلبهم ومن المستوطنين الجدد للقمع بأبناء الشعب الأصيل بكل مكوناته السنية والشيعية. نحن في المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان كمنظمة في جنيف نتابع نشاط الأخوة الناشطين الحقوقيين البحارنة، ونثمن بكل الفخر تحرك هؤلاء الناشطين سواء كان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو من خلال الحراك اللي يقوم فيه الناشطين على الساحة الأمريكية والساحة الأوروبية بشكل عام. هذا يتناغم والحراك السلمي المشروع على الأرض من قبل الشعب البحريني اللي ما زال قادته ورموزه معظمهم والمدافعين عن حقوق الإنسان في المعتقلات والسجون دون أن تتوفر لهم قواعد المحاكمة العادلة، وأيضا دون التمتع الآن بحقوقهم كسجناء رأي. بنفس الوقت الكم الكبير من النساء اللي ما زلنا يعانين أيضا وهن رهن السجن والاعتقال، وكذلك الأطفال القصر اللي ما زالوا. وبالتالي لا يمكن لنا كناشطين حقوقيين أن نتخلى عن دورنا. نحن قدمنا ملف متكامل للمحكمة الجنائية الدولية وهناك كم من المتهمين وما زالوا هؤلاء فلتانين من العقاب نتيجة تكتيكات النظام وعدم وجود قضاء عادل ونزيه ليلاحق هؤلاء المجرمين، وهم مجرمي حرب ولا بد من تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونأمل أن يأتي ذلك اليوم.